هم يخططون لتقسيم السودان إلى شمال وجنوب ثم إلى شرق وغرب وشمال. وقال لنا الرئيس عمر البشير إن مستقبل السودان 5 دول مستقلة. وأصارحكم القول لقد كنت مندهشا للغاية. ما دور الرئيس إذن إذا كان الرئيس يعلم أن هناك مؤامرة على بلاده لتقسيمها وتمزيقها، وكل استطاعته هو أن يقول لنا أن هناك من يخطط لتقسيم السودان إلى شمال وجنوب وإلى شرق وغرب وشمال. وقد انقسم السودان بعد سنوات من لقائي بالرئيس البشير إلى دولتين بالفعل، إلى دولة في الشمال وإلى دولة في الجنوب، ولا يزال الرئيس البشير يقول أن هناك مخطط وهناك مؤامرة على السودان. القائد والمسؤول الذي يعجز عن حماية بلاده، الذي يرضخ أمام المؤامرة، الذي يفشل في صد المؤامرات على بلاده هو رئيس فاشل وخائن، ولا يجوز أن يبقى دقيقة واحدة على مقعده.